حلقة امبارح كانت ولعانة نار نار. It was incredible. Three fashion influencers ببكوا ستايلهم بيقتل and كان اللبس الفاينل يا ويلي ببكي. اليوم حتكون حلقة رائعة عندي هذا الإحساس. هلا بعد ما شفت شيء I can't wait to see شو لبسين اليوم. Let us see please. وببداية الحلقة الثانية من هذا الأسبوع ما فينا ما نذكركم بنتيجة الحلقة الأولى يلي مثل ما قالت جوال كانت ولعانة والنتيجة كانت على الشكل التالي. سارة مع 3 لايكس، كوري معه لايك واحد، وريم ولا لايك. وشكل الربح عند سارة بيعطيها اندفاع أكثر للمنافسة ووصلت لعنا على الاستوديو أول وحدة. أو واو، سارة means business. جاكيت تبعها اوقات بتطلع بالفاشينيستاز عن جد بقول وين جايبين تيابهم؟ I don't know. It's amazing. هاي جايز، انا ساره مونس، عمري 27 سنه من لبنان. اكونت تبعي على انستغرام صار له تقريبا 8 سنين، عندي 11000 فولورز. السيجنتشر ستايل تبعي ستريت ستايل، وكثير بجرب قد ما فيي خزق بتيابي، كثير بحب تو ميكس اند ماتش ايتمز. أنا هون أكيد لأربح، مبدئياً ما رح خلي حدا يربح غير أنا. اليوم قررت ألبس زيت الستايل الجاكيت تبع امبارح، بيك شولدرز، أوفر سايز جاكيت، بس كسرتها بفمنن فستان شوي ضيق على جسمي تأكسر شوي الستايل تبعي. اليوم جاي بمود كتير حلو لأنه عبالي أربح مثل امبارح وعبالي هيك حس هذا الشعور حسيته امبارح، يعني ان شاء الله تنشوف شو حيصير. ورغم الثقة والقوة بشخصية سارة ما لازم تنسى انه في منافس جدا قوي معها بالبرنامج ويلي مش ناوي على خير وهو كوري. كول 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 كوري. I love to see cool man. You know بتعرف لما اشوف هيك رجال بحب الفاشن والموضة والستايلش بحس عنده ثقة بحاله قوية. اهلا 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 اهلا، معاكم محمد السيدابي نونس كوري، عمري 22 سنة ومن السودان. انا طبعا الانستغرام حقي @kori6، عندي 5400 متابع، والسيجنتشر ستايل حقي ذا فيوجن بين سمارت كاجوال والستريت وير. أنا داخل المنافسة دي عشان أوري إنه في ميل ستايلس بيقدروا يعملوا العجائب. اليوم الستايل بتاعي كأنه أنت ماشي للأوفيس لكن ما ماشي للأوفيس، ماشي تتعشى لكن ماشي تفطر لكن ماشي تتغدى، فورمال لكن على ستريت ستايل. واتس أب واتس أب واتس أب. هاي. وير باك. كيفك؟ منيحة؟ جود. شو أخبارك؟ ماشي الحال. جاهزة لليوم؟ جاهزة. أنت جاهز تخسر؟ الله هيك مبلشين هيك مبلشين. حلو 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 حلو. اليوم حخسرك كمان. مستحيل. بصي حماسي اليوم عالي جدا، داخل بقوة عشان امبارح خسرت، قلت يلا اليوم انا حثبت نفسي وحقطع الكل 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 في الكل. انا بدي اشوف المتنافس تبعت اليوم كيف. انا كمان، بس بعتقد انه لازم تروقوا شوي، وقبل ما نعرف مين الكيس لازم نشوف ريم شو لابسة وليه تأخرت. واو واوي ريم جسمه باربي، شو الخصر هيدا؟ عويني طب بعقده. I love them. هلو انا ريم، انا من الامارات، عمري 24 سنة، وصفحتي في الانستغرام ريم.بردت، وماي فولورز 14000.5. إذا بتكلم عن ماي ستايل ما بقول شيء معين، كل مرة أحب أسوي شيء جديد، أنا دوم أركز على الفلامبوينت ستايل، وأحب دائماً أصدم المشاهدين بشيء جديد جديد جديد. أنا متحمسة وايد على هالمنافسة صراحة، لأن هاي أول مرة بكون في التي في. اليوم نفس ما تشوفون طبعاً غيرت 180 درجة الستايل، لبست شوية أجي، وايد 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 متحمسة لأن it's the second day، يعني my second chance to win لأن I lost yesterday.